بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض المحاضرة رقم 2 لشرح برنامج الأوتوكاد. الأمر رقم 5 ألا وهو أمر هاتش. هاتش ده يعني تهشير. أولا الأمر ده يا جماعة بيجي من قائمة برو هاتش، أو الأيقونة بتاعتنا اللي هي دي هاتش، اختصار هاتش اتش انتر. تظهر لنا الشاشة اللي موجودة قدامنا. اول حاجه بنعملها في الشاشه ديت ان احنا بنختار الكلر، اللون بتاع الهاتش، وليكن هنختار اللون بتاعنا اخضر. تاني حاجه شكل الهاتش، بدوس على الايقونه دي كده واختار الشكل اللي يعجبني. لو ما عجبنيش ولا شكل من دول بدخل على الاشكال التانيه، لو ما عجبنيش اي شكل منهم بدخل على other pre defined واختار الاشكال اللي تعجبني. وليكن يا جماعه هنبدا باول شكل خالص اللي هو الخطوط المايله دي، واقول له اوكي. يبقى احنا اخترنا اللون واخترنا شكل الهاتش. في ايقونه هنا اسمها بيج بوينت، دي المساحه اللي احنا عايزين نهشرها. لو انا دوست عليها، اولا ما ينفعش ان انا اعمل كليك في مساحه مفتوحه، يعني انا لو جيت كده في الهواء رحت عامل كليك هيقول لك ما ينفعش، لازم المساحه اللي هنعمل جواها كليك تكون مقفوله. يبقى انا لو جيت مثلا جوه الدايره دي وعملت كليك يقبل منها، واروح دايس مسطره، اروح دايس مسطره تمام، واروح قايل له اوكي، يروح عامل لنا الهاتش. نقول تاني اتش انتر، نختار من هنا اللون اللي يعجبنا وليكن اللون اللبني، واختار من هنا شكل الهاتش وليكن الخطوط اللي هي دي، ده تهشير خرسانه مسلحه على فكره، ده تهشير طوب احمر، واروح قايل له بيج بوينت، واروح عامل هنا كليك، واروح دايس مسطره. على فكره يا جماعه قبل ما اقول له اوكي انا ممكن اتفرج على الهاتش الاول من خلال ايه؟ بريفيو. لو قلت له بريفيو يقول لك الهاتش اللي هيطلع هيطلع بالمنظر ده، عاجبك؟ لو عاجبني اه، لو مش عاجبني اعدل فيه. طيب لو عاجبني او مش عاجبني ادوس مسطره، لا اما اعدل لا اما اقول له ايه على طول؟ اوكي. تمام كده؟ طيب لو انا جبت امر هاتش تاني اتش انتر واخترت من هنا اللون اللي يعجبني، افرض ما عجبنيش ولا لون من دول، في هنا حاجه اسمها سيلكت كلر، اختار الوان اكتر شويه، وليكن اختار اللون البني، واختار من هنا شكل الهاتش، ما عجبنيش ولا شكل من دول هدخل على اذر واختار مثلا وليكن تهشير الطوب ده، واروح اقول له بيج بوينت، واجي هنا اروح اعمل كليك وادوس ماستر. يا ريت قبل ما نقول له اوكي نقول له ايه يا جماعه؟ بريفيو. اجي اقول له بريفيو ما لقيتش حاجه ظهرت، ده معناه ايه؟ معناه ان السكيل بتاع الهاتش مش مناسب، يعني في هنا حاجه اسمها سكيل نصغر فيها شويه نخليها ربع مثلا، واقول له بريفيو برضو. اه بدا الهاتش يبدا يظهر بس انا عايز اصغر اصغر من كده، هدوس مسطره، هدوس مسطره من على الكيبورد وابدا اصغر، بس ما فيش اصغر من كده، انا بقى اكتب بايدي وليكن 5 من 100، واقول له بريفيو. اه ممكن اصغر اكتر من كده، هدوس مسطره واقول له بدل 5 من 100 هقول له 25 من 1000، واقول له اوكي، او اقول له بريفيو الاول، عجبني المنظر ادوس مسطره واقول له يا جماعه اوكي. تمام كده؟ يبقى معنى ذلك امر هاتش اتفقنا على اللون وشكل الهاتش والبيج بوينت، دي اساسيه. السكيل بقى ممكن نحتاج لها وممكن لا، بمعنى لو انا جبت هنا مثلا لون زي اللون اللبني واخترت من هنا شكل الهاتش وليكن هوني اللي هو عامل زي خلايا عسل النحل كده اللي هو التدبيش يعني، ورحت قايل له بيج بوينت ورحت جاي هنا عامل كليك ودايس مسطر وقايل له بريفيو، ايه ده؟ ليه كده؟ لو احنا صغرنا شويه هنلاقي ان التهشير بتاعنا صغير جدا، فهدوس مسطره واكبر السكيل شويه اخليه 1. اه كده معقول، ده ممكن اكبر كمان اخليه 1.5 واقول له بريفيو، كده كويس جدا، هدوس مسطره واقول له يا جماعه اوكي. يبقى احنا اتفقنا على مبدا دلوقتي ان مش كل الهاتش هنستخدم له ايه؟ سكيل صغير ولا سكيل كبير ولا ممكن نلعب في السكيل خالص، على حسب الهاتش بتاعنا. والله لو ظهر بحجمه كويس يبقى السكيل كويس، عايزين نكبره نكبر السكيل، عايزين نصغره نصغر السكيل. تمام؟ تمام. طيب ايه رايكم لو انا رحت جايب امر لاين وماشي خط افقي هنا كده مشغل اف 8 وليكن الخط الافقي ده طوله 10 متر، ورحت نازل مسافه راسيه ربع متر وماشي افقي 10 متر
وطلع مسافة رأسية ربع متر وعامل سكيب تمام، ورحت جايب امر هاتش. في شكل ظريف هنا للهاتش اسمه في الازر بري ديفاين اسمه ايرس يعني تربة، ورحت قايل له بيج بوينت وعملت كليك جوه المستطيل ده. قلت ماستر لو قلت له بريفيو السكيل معقول بس في حاجة غلط، المفروض ان تهشير الارض ما يبقاش رأسي وافق، بيبقى مايل بزاوية كام؟ 45. طب حضرتك الهاتش اللي انا جايبه اساسا متخزن جوه الاوتوكاد على انه رأسي وافق، ينفع انا ميله بزاوية 45؟ اه لو لعبت في مين؟ في الانجل، خليتها زاوية 45 وقلت له بريفيو، ايه رأي حضراتكم؟ تمام كده، وادوس مسطرة واقول له ايه؟ اوكي. وبعد ما اعمل الكلام ده اعلم على الخط ده واعمل له ديليت، وعلم على الخط ده كده واعمل له ديليت، وعلم على الخط ده كده واعمل له ديليت. طب انا ليه كنت عاملهم؟ علشان اعمل مساحه مقفوله اقدر اهشر اللي جواها. يبقى خلصت الكلام يا جماعه، امر هاتش في ثلاث حاجات اساسيه بنحتاجهم: اللون، شكل الهاتش، بيج بوينت المساحه اللي احنا عايزين نهشر جواها. وفي حاجتين تانيين ممكن نستخدمهم وممكن لا: السكيل لو عايزين نكبر او نصغر الهاتش، الانجل لو عايزين نميل زاويه الهاتش. تمام كده؟ طيب ده بالنسبه لامر ايه؟ هاتش. الامر اللي بعد كده الا وهو امر جريديانت. جريديانت ده يا جماعه بيلون، هاتش بيهشر، انما جريديانت بيلون. بيجي من قائمه درو جريديانت او الايقونه بتاعتنا اللي هي دي جريديانت، اختصار جريديانت جي دي انتر، يروح جايب لنا امر جريديانت. اولا وانا بلون قدامي خيارين، لا اما الون بوان كلر، وفي هذه الحاله اللونين اللي هنلون بيهم الابيض لون اساسي واللون التاني بنختار، يعني انا ممكن اختار هنا اللون بدل الازرق اختار الاخضر، يبقى التداخل دلوقتي هيبقى بين مين ومين؟ الاخضر والابيض. الابيض ده انا مجبر عليه طالما وان كلر. لو قلت له هنا بيج بوينت ورحت جاي مثلا على الشكل ده عامل كليك ودايس مسطره وقايل له اوكي، يروح الراجل عامل لنا تلوين عباره عن تداخل ما بين اللون الابيض واللون الاخضر. طيب لو انا جبت امر جريديانت، طب افرض ان انا مش عايز تداخل ما بين الاخضر والابيض، انا عايز تداخل ما بين لونين واللونين انا اللي اختارهم، يبقى اختار من هنا تو كلر. اللون الاولاني اخضر ممكن اغيره اخليه احمر مثلا، واللون التاني بدل اصفر ممكن اغيره وليكن اخليه لبني مثلا معايا، واروح اقول له بيج بوينت واجي على المساحه اللي انا عايز الونها هنا كليك واروح دايس مسطره. لو عايز تتفرج على اقول له بريفيو، ها ادوس مسطره واقول له ايه؟ اوكي. يبقى تنفيذ امر جريدينت زي امر هاتش، ولكن بدل ما بيهشر بيلون ما بين وان كلر او تو كلر، واقول له بيج بوينت عشان اعمل كليك جوه المساحه اللي انا عايز الونها. طب افرض ان انا عايز الون مساحه لون مصمت مش تداخل ما بين لونين، دلوقتي جريدينت جي دي بيلون ما بين لا اما وان كلر لون والابيض لا اما تو كلر لونين انا اللي بختار. طب افرض ان انا عايز الون بس بلون واحد، على فكره يا جماعه امر هاتش هو اللي يعمل، واختار من هنا شكل الهاتش اللي هو السوليد ولون الهاتش اللي انا عايزه واقول له بيج بوينت، لو انا عملت هنا كليك اعمله لك كل لون واحد يا باش مخلص. ده كده امر جريديان وامر هاتش، وفي الغالب بنستخدم الامرين دول لرسم الواجهات وبعض القطاعات الخرسانه. الامر اللي بعد كده الا وهو امر موف. امر موف ده بيحرك رسمه من مكان لمكان، يعني بصوا حضراتكم كده نمسح كل الرسومات دي كده ديليت. لو انا معايا مستطيل باي ابعاد، كلمه مستطيل عشان ارسمه باي ابعاد كالاتي: بجيب امر ريكتانجولر واعمل هنا كليك الكورنر الاولاني، واروح جاي هنا عامل كليك الكورنر الثاني، يبقى ده مستطيل باي ابعاد لان ما دخلتش احداثيات ولا اي حاجه، ورحت راسم دايره جبت امر سيركل ورحت عامل كليك هنا يبقى ده المركز، وطلعت بره هنا عملت كليك يبقى ده نص القطر، دي برضو دايره باي مقاس. انا اللي انا عايز اعمله دلوقتي عايز احرك الدايره من بره واحطها جوه المستطيل، فاحنا هنستخدم امر موف. يجي من قائمه موديفاي موف او الايقونه بتاعتنا اللي هي دي موف،
واختصار موف ام انتر. فهيطلب من حضرتك تختار الجسم، فهعلم على الدايره اللي انا عايز انقلها وادوس انتر، وامسك الدايره من المكان اللي انا عايزه من اي نقطه، اعمل عليها كليك كده واحرك الدايره. طب الدايره مش راضيه تيجي معايا ليه؟ لان اف 8 شغال. اشيل اف 8 الاقي الدايره بتيجي معايا في المكان اللي انا عايزه، اروح جاي في المكان اللي انا عايزه واروح اعمل ايه يا جماعه؟ كليك، يروح راسم لنا او نقل لنا الدايره من المكان ده للمكان ده. نقول تاني كنترول زد يرجع في الامر تاني. من قائمه موديفاي ادي امر موف، هعلم على الجسم اللي انا عايز احرك وادوس انتر، وامسك الجسم اللي انا اعمل عليه كليك واروح جاي في المكان اللي انا عايزه، اشيل اف 8 كده واجي في المكان اللي انا عايزه واروح اعمل كليك، يروح محرك لنا الدايره من مكان لمكان. ملحوظه، وانا بحرك الدايره دي مسكتها من اي مكان عشان احطها في اي مكان. هو ممكن امسكها من مكان معين واحطها في مكان معين. افرض ان انا عندي خط راس زي ده، اشغل اف 8 اروح من هنا كليك كده باي طول، فعايز احرك الدايره دي من هنا احطها فوق الخط بحيث ان انا اعمل شكل عامل زي شكل المصاصه كده. هجيب امر موف، ممكن اجيبه من الايقونه دي واعلم على الدايره، بعمل عليها كليك كده او ان انا اعمل عليها ويندو كده باي طريقه وادوس انتر. عارفين الدايره دي انا همسكها منين؟ همسكها من الربع التحتاني ده واشيل اف 8 واجي هنا واجي هنا اروح اعمل كليك عند الاند بوينت، يبقى انا كده ضمنت ان ربع الدايره جه فوق الاند بوينت بتاعت الخط، يبقى انا كده ضمنت ان الخط الدايره جت فوق الخط بالظبط. انما في ناس تانيه تعمل ايه؟ تجيب امر موف وتعلم على الدايره وتدوس انتر وتمسك الدايره من اي مكان وتروح جاي هنا منشنه وحاطه الدايره، يهيأ لك انها اتظبطت، ولكن لو قربت حضرتك كده تلاقيها باظت. معايا؟ ممكن برضو نستخدم الطريقه ديت في الكلام الاتي. لو انا معايا خط افقي كده وخط راسي كده ومعايا مستطيل زي ده، وعايز اخد المستطيل ده من مكانه احطه في الكورنر ده بامر موف، هعلم على المستطيل وادوس انتر، همسك المستطيل ده من الكورنر ده واشيل اف 8 وهاجي احطه عند الكورنر ده، يبقى انا ضمنت ان النقطتين انطبقوا فوق بعض، يبقى المستطيل كده اتحط في المكان المظبوط بتاعه. تمام؟ ماشي. ده كده بالنسبه لامر موف، بيحرك جسم من مكان لمكان. امر كوبي بينسخ كذا نسخه للجسم بتاعنا، بمعنى لو انا معايا سيركل زي ديت ورحت جايب امر كوبي، اللي يجي امر كوبي من قائمه موديفاي كوبي، من قائمه موديفاي كوبي، او الايقونه بتاعتنا اللي هي دي كوبي، اختصار كوبي سي او او سي بي، الاتنين شغالين سي او او سي بي، وادوس انتر، وعلم على الجسم اللي انا عايز اعمل منه كذا نسخه وادوس انتر، وامسكه من اي مكان واجي في اي حته اعمل كليك 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 كليك، يعمل لك كذا نسخه، خلصت اروح اعمل اسكيب عشان اطلع من الامر. تمام؟ طيب ايه راي حضراتكم لو انا رحت راسم امر لاين خط راسي كده، شغلت اف 8 طوله مثلا وليكن 4 متر، انتر، الخط ده عايز اعمل منه كذا نسخه افقيه، يعني على خط واحد يعني جنب بعض كده، فبامر كوبي انتر علمت على الخط ودوست انتر، مسكت الخط من هنا، انا عايز اخليهم على خط واحد، يبقى شغل مين؟ اف 8. لو ما شغلتش اف 8 تلاقي الخط ممكن يطلع منك وينزل منك، لا شغل اف 8 واجي اعمل هنا نسخه وهنا نسخه وهنا نسخه وهنا نسخه وهنا نسخه وهنا نسخه. تمام؟ انا ممكن اعمل لك النسخ دي على مسافات معينه، ولكن يعني بص حضرتك كده، ايه رايك لو انا جبت امر كوبي وعلمت على الخط ودوست انتر، مسكت الخط من هنا وضمنت ان اف 8 شغال، بتضمن منين ان الخط ما بيتحركش على افقه راسي بس، ورحت كاتب مثلا 2 انتر، يبقى عملنا خط على بعد مسافه 2، 3 انتر على بعد 3، 6 انتر على بعد 6، خلي بالك ان المسافات اللي انا بدخلها بتتقاس بالنسبه للاصل، 10 انتر، 15 انتر، 20 انتر، واروح اعمل سكيب. تمام كده؟ كل المسافات اللي انا دخلتها دي كلها
بتتقاس بالنسبه لمين يا جماعه؟ لاول جسم خالص. طب افرض ان انا عندي دايره زي دي وعايز احط الدايره دي فوق الخطوط بتاعت عشان اعمل مصاصات جنب بعضها مثلا، فهجيب امر كوبي واعلم على الدايره. عارفين انا همسك الدايره دي منين؟ همسكها من مكان معين اللي هو تحت الربع التحتاني، واشيل اف 8 عشان اجي هنا عند الاند بوينت واعمل كليك، عند الاند بوينت واعمل كليك، عند الاند بوينت واعمل كليك. اهو، ايه رايكم؟ تمام. طب افرض ان انا عايز اعمل نسخ من الدايره دي بحيث انها تبقى عند نهايه الخطوط. في طريقتين، طريقه تقليديه عاديه بس بطيئه، ان انا اعلم على الدايره وادوس انتر وامسك الدايره من الربع الفوقاني واروح جاي هنا عامل كليك وهنا كليك وهنا كليك وهنا كليك اهو، تمام. او في طريقه ثانيه اعمل اسكيب كنترول زد. ايه رايكم لو انا جبت امر كوبي ودوست انتر ورحت معلم على الدواير اللي فوق كلها من غير ما اعلم على الخطوط، ورحت دايس انتر وماسك دايره منهم بس من الربع اللي فوق كاني مسكت الدوائر كلها ماشيه معايا اهي، واروح جاي هنا عامل كليك، تلاحظ ان الدوائر كلها جت في المكان المظبوط بتاعها، تمام. يبقى احنا اتفقنا يا جماعه ان امر كوبي ممكن حضرتك تعمل منه كوبي وانت بتمسح رسمه، من تمسكها من اي مكان تحطها في اي مكان، وممكن تمسكها من مكان معين عشان تحطها في مكان معين، تمام. وخلي بالكم ان كوبي مش لازم يتعمل لجسم واحد، يعني انا ممكن اعمل كوبي للخط بالدايرتين دول، بس المهم ان انت تعلم على الجسم ان انت عايز تعمل له كوبي، وادوس انتر وامسك من اي نقطه وامشي في الاتجاه اللي انا عايزه. لو شغلت اف 8 يمشي افق، لو ما شغلتش اف 8 يمشي في اي اتجاه، تمام كده؟ اهو. يبقى احنا دلوقتي خدنا امر هاتش للتشير، امر جريدينت للتلوين، امر موف عشان يحرك جسم من مكان لمكان، وامر كوبي عشان ينسخ كذا نسخه من الرسمه بتاعتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.